السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف بقيتم؟ مزيان، صحة لاباس، أموركم هانية، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بما أنه الموسم ديال البرتقال هذا والبرتقال تبارك الله موجود، فكرت في إنجاز كيكة 100% بنكهة البرتقال، لا في الكريم ديال يعني في الكيك ديالها ولا في الكريمة ديالها، تكون يعني أباز المكون الأساسي ديالها أو النكهة هي البرتقال. إذا هاد كيكة ديال المول العجيب بكريمة البرتقال بمقادير كما تنقول لكم دائما بسيطة متواجدة في أي بيت بطريقة سهلة. غادي نوجدوا جميع هاد الكيكة، إذا نتمنى أنكم تبقوا معايا من الأول حتى الآخر. يلا هانتوما معايا ما تزابيوش. باش غنديروا هاد الكيكة الرائعة ديالنا بنكهة البرتقال بما أنه موسم البرتقال ده الآن. إذا عندنا هاد البول هذا ودرت فيه كما تتشوفوا هانتوما الملح، ان بو سال، الملح، قبصة ملح، عندنا كأس إلا ربع ديال السنيدة دي سكر سكر وي و ان بو دو، وعندنا هنايا حك ديال دانون، علبة يوغورت بنكهة الفاني، دو ساشي دو لوفيغ شيميك، نعم جوج ديال شنو هادو خمارات، جوج خمارات، جوج خمارات، وحدة ديال الفاني، وربعة ربعة ديال البيضات، وهنايا هو ان فيغ دو جي العصير، دورانج، ان فيغ دو جو دورانج، عصير ديال البرتقال. إذا نبداو على بسم الله، نبداو على بركة الله، بسم الله. يلا كنزة اللي غادي مو اد كويزيني مساعدة ديالي كنزة هي اللي غادي أو الشيف كنزة هي اللي غادي تبدا. إذا هنايا بدينا بأربعة ديال البيضات، هانتوما كيما تتشوفو غادي نضربوهم غير بالطراب اليدوي، ما نحتاجوش طراب كهربائي، وغادي نزيد عليهم هذا كأس إلا ربع ديال سنيدة أو لا السكر، وغادي نزيد عليهم هاد الفاني. يلا كنزة غادي تكلف أو الشيف كنزة هي اللي غادي تكلف بالتحريك. يلا كنزة حركي، وأنا غادي نعمر هاد الكأس هذا، نعمرو بنصف كأس ديال الزيت نباتية. يلا إذا خصنا نخلطو مزيان حتى تيبيض لينا الخليط، ما تيبقاش هكا صفار. ندير أنا دمي بغدويل، لا هاهي نصف كأس ديال زيت نباتية. يلا كنزة ستتكلف بمهمة التحريك، إذا خصنا نحركو مزيان حتى تيبيض اللون ديالو، ما تيبقاش هاد الصفر مغلوق. دابا غادي نزيد شوية بشوية، كنزة تتحرك أنا تنزيد زيت نباتية نصف كأس. نعم بعد ذلك غادي نزيد يوغورت. يلا كنزة غادي تزيد يوغورت بنكهة الفاني. هادي دابا هاد المكونات ممكن اما ديروهم على شكل كيكه عاديه بالدقيق ولا بسبوسه، اولا ديروها بسبوسه بالسميد والكوك. انا الصراحه تنفضل السميد والكوك، ولكن انا ود كنزه غادي نديرها كيكه عاديه. زين وانا نخلط مزيان باش نخلطو صافي. بارك فوالا بارك كوكو فوالا سبكتيك سيبني. بعد ذلك غادي نضيفو، خلينا نضيفو كأس ديال العصير البرتقال. سيما كيفاش؟ عطو عطو كنزة، هو عصير مملوء ديال البرتقال. بالنسبة للكريمة هي غنديرها كريمات خاصة بالبرتقال، كريمة ديال البرتقال. بنات ممكن نديرو حتى مبشور ديال البرتقال اللي غتحكو القشره ديالها. غادي نزيد ندير المبشور، نقشر
ندير قشور ديال البرتقال هي باش تعطيني نسمه قويه. اذا هانتوما تشوفوا نزلت مبشور ديال البرتقال، خديت القشور ديالها وحكيتها موسي براتيك كوم سا، غير قشور غير شويه هانتوما تتمشيوش ل لا لا القشره البيضاء، هي القشره السطحيه. اذا غنخلط دابا مزيان صافي، بقى لي غير نضيف الدقيق مع سميتو مع الخميره الكيميائيه، خميره الحلويات. ما تشوفوا النتيجه النهائيه تكون خفيفه ما تكونش ثقيله. دابا غادي نديرها في المول ديالي وغندخلها للفران. الكيكه ديالي ها هي، اللهم بارك، ها هي وجدات. دابا عرفتي سقيتها البرتقاله هكا، ما درت سقيتها بها كامله، هانتوما تتشوفوا راها مسقيه مزيان، ما حدها سخونه باش تتشرب هاد العصير اللي درت لها. دابا غادي ندوز وغادي نوجد كريمه ديال البرتقال، هانتوما معايا. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو تقريبا هنا عصير البرتقال، عصير ديال البرتقال نص كيلو، هاد نص كيلو ديال البرتقال عصرتها. غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال سنيده، وغادي نزيد صفار بيضه، من بعد غادي نزيد ثلاثة ديال المعالق كبار. شنو بغيتي سيترون؟ بغيتي شيح علينا ثلاثة د المعالق كبار اللي بغيتو. انا بغيت هنا لا كريم باتيسيير، ثلاثة ديال معالق كبار ديال لا كريم غبرة، ديال لا كريم باتيسيير غبرة. ثم غادي نخلط كل شيء بارد، نخلط كل شيء مزيان، عاد نردها طيب حتى تعقد ليا هاد الكريمه. دابا غنخلط كل شيء مزيان باش ما يتكونوا لياش هذوك الكويرات. انا خلطت دابا كل شيء مزيان، دابا غادي نردها على عافيه اللي هي مهيله فوق النار، على عافيه نار اللي هي مهيله مع التحريك المستمر. ديتها دابا فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد ليا هاد الكريمه هادي. دابا هانتوما هي النتيجه المطلوبه، هي رجعت كريمه عاقده. دابا غادي نزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، دابا نستمر بالتحريك حتى تذوب ليا. من الاحسن بالنسبه لهاد الزبده هذه تكون حيوانيه، بالنسبه للزبده من الاحسن تكون حيوانيه باش تعطيني المذاق زوين. دابا غنستمر بالتحريك حتى تذوب لي الزبده كامله، وعاد غنوضع هاد الكريمه، نوضعها فوق الكيكه ديالي اللي حضرت. دونك ها هي الكريمه ديالي، جاتو الاورانج سافايت بون، لذيذ جدا ان شاء الله. لا بيش سوريتي ميو نو، ايوا تاي عاوتاني وقت لا بيش ان شاء الله نديروها. وا لا فريز وا سي ترو بون. انا خبيت كريمه ديالي، لا بروشين فوا في الكاتو شوكولا ان شاء الله. كنزال على الطاخ لو كاتو سي ان غلاس او شوكولا او سي بلوتو غلاس كاتو شوكولا. الجيه ديالها تي، اذا ها هي صافي كم ديالي لي تارتلت او فيرسيون بلي غراند. ها هي كيكتي واجده، كيكات المول عجيب بكريمات كريمات البرتقال. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. يلا الى عجبكم لا فيديو واحد لايك، واحد لايك تابونا في لاشين كما تنقول لكم دائما، ما تبخلوش علينا، تابونا في لاشين، بارطاجيو لا فيديو افيك فو زامي. غنخليها تبرد واحد تقريبا نصف ساعه في الثلاجه ونوريكم النتيجة النهائية ان شاء الله. دابا هانتوما من بعد ما بردات التورتة ديالنا، ها النتيجة النهائية، نتيجة جد مرضية رائعة
والمذاق ما نقولكمش، لان ديجا راني طقت واحد الطريف. ها انتما كي تجي خفيفه ولا لا كريم قاطه راسها، مذاق رائع رائع جدا. نتمنى انكم تجربوها، نتمنى غادي تستافدوا من المنافع ديال البرتقال، وغادي تعجب الكبير، اكيد ان غادي تعجب الكبير والصغير. يلا اذا الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، تهلاو فراسكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله بحول الله.